صلى الله عليه وسلم الوالد. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة؟ نعم، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قاله في رجل من المنافقين، قاله في رجل من المنافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس بما، وهذا رجل جاء استاذن على الرسول ودخل عليه فلا يقابله بالجهوة، هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم.